عاجل، الحكومة تتراجع عن موعد 8 غشت وتمدد الطوارئ إلى 10 يوليوز، والداخلية تخفف الحجر بدءا من الغد. قررت الحكومة بشكل رسمي تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر واحد، وذلك ابتداء من 10 من يومه الأربعاء على الساعة 6 مساء إلى غاية 10 من يوليوز المقبل، كما تقرر في أعقاب اجتماع استثنائي للحكومة عقدته مساء يومه الثلاثاء العمل على التخفيف التدريجي للحجر الصحي، وذلك حسب الوضعية الوبائية للأقاليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذه الأخبار الحصرية. قبل البداية كالعادة أتمنى أن تشتركوا في قناتنا، وكذلك تفعلون زر الجرس، وكذلك الضغط على زر الإعجاب حتى ترقى القناة نحو الأفضل. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع هذه العناوين. الغارديان تبرز معاناة المغاربة العالقين في الخارج، والأنظار تترقب قرار الحكومة اليوم. بوريتا، العالقون في إسبانيا سيعودون خلال يومين، والأولوية لأصحاب التأشيرات القصيرة. رجاء بلمير، أعيش قصة حب وهذا سبب خلافي مع دنيا بطنة. هذه حقيقة وفاة الفنان حسين الجسمي في حادث سير. والآن لننتقل إلى التفاصيل. لا زالت قضية المغاربة العالقين في الخارج تستأثر باهتمام كبير وسائل إعلام دولية عديدة إلى جانب الوطنية، بسبب استمرار معاناة الآلاف من المغاربة لحوالي 3 أشهر خارج البلاد في ظروف معيشية صعبة وتحت إجراءات طوارئ زادت من حدة المعاناة. صحيفة الغارديان البريطانية الدائعة الصيت نشرت أمس الاثنين تقريرا أبرزت فيه معاناة المغاربة الذين لا زالوا عالقين في الخارج ولم يتمكنوا بعد من دخول التراب الوطني إلى غاية اليوم. وقد عنونت تقريرها بالمغاربة العالقون في الثغرين الإسبانيين نشعر وكأننا في السجن. ويتحدث التقرير عن المغاربة العالقين في سبتة ومليلية المحتلتين. وقال التقرير أنه أزيد من 500 مغربي ومغربية لا زالوا عالقين في الثغرين المحتلين لحوالي 3 أشهر، مشيرا إلى الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء في أماكن ضيقة ولا تتوفر على أبسط شروط العيش والراحة. وقامت السلطات المحلية بكل من سبتة ومليلية بوضعهم هناك في انتظار فتح الحدود. وأشار التقرير إلى أن المغرب عمل على إعادة عدد من العالقين في كل من سبتة ومليلية، لكن اللائحة التي قدمتها السلطات المغربية ضمت بعض الأسماء المعروفة كرجال الأعمال والشخصيات السياسية كعمدة الناظور، في حين لازالت العشرات عالقين في المدينتين. ونقلنا عن مسؤولين إسبان قالوا للغارديان بأن المغرب يبدو أنه لا يعرف كل أسماء مواطني العالقين في مليلية وسبتة، وهو ما جعله يرفض إعادة العديد من الأسماء التي اقترحتها السلطات الإسبانية، الأمر الذي جعل هؤلاء يأملون في فتح الحدود للعودة إلى الديار. وأشار التقرير إلى واحدة من مظاهر المعاناة والمأساة التي يعيشها المغاربة العالقون في مليلية، ويتعلق الأمر بالعثور على امرأة مغربية ثلاثينية جثة هامدة في أحد المراحيض التابعة للإقامة التي تنضوي تحت ممتلكات مسجد، وكانت من ضمن العالقين الذين ينتظرون فرصة العودة إلى المغرب. هذا ويأتي تقرير الغارديان على بعد يوم من إعلان الحكومة المغربية مساء اليوم عن قرارها بشأن حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي. هل سيتم تمديد الحجر الصحي في البلاد واستمرار حالة الطوارئ باستمرار إغلاق الحدود، أم سيتم الإعلان عن الرفع التدريجي؟ ويأمل الآلاف من المغاربة العالقين اليوم أن تعلن السلطات المغربية عن رفع الحجر الصحي والسماح لعودة حركة العبور من أجل العودة إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن بعدما وصلت معاناتهم إلى أسوأ المراحل. بوريتا، العالقون في إسبانيا سيعودون خلال يومين، والأولوية لأصحاب التأشيرات القصيرة. أكد
أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين والشروع في إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا في 48 ساعة المقبلة. وأورد بوريطة في معرض رده على سؤال محوري أنه سيتم في 48 ساعة المقبلة إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا لتتسع العملية بعد ذلك إلى تركيا وفرنسا ودول الخليج ودول إفريقية، وذلك في إطار احترام صارم لتدابير السلامة الصحية. وأوضح الوزير الأول أن العملية مستمرة وهناك اشتغال للتحضير لعودة الأشخاص المتواجدين في إسبانيا، حيث سيتم البدء بجنوب البلاد خاصة الجزيرة الخضراء وغيرها، ثم منطقة مدريد ومنطقة كاتالونيا ومنطقة بلاد الباسك، على أن تشمل العملية بعد ذلك تركيا ودول الخليج وفرنسا وغيرها وفق جدولة وترتيبات معينة. وسجل بوريطة أن عملية إرجاع المواطنين العالقين تهم بالدرجة أساسا الأشخاص الذين غادروا المملكة بتأشيرة قصيرة الأمد لأغراض عائلية أو إدارية أو سياحية أو علاجية، حيث لا تشمل هذه العملية الأشخاص الذين غادروا المغرب على أساس وثيقة إقامة دائمة أو مؤقتة. ولفت إلى أن السلطات المغربية ماضية في عملها من أجل استكمال إعادة المواطنين العالقين وفق مقاربة شمولية ومسؤولة توازن بين حقهم المحفوظ في العودة إلى ذويهم ومستلزمات تدبير الوضعية الوبائية بالمغرب وجاهزية تأمين التكفل بالعائدين ومواكبتهم في أحسن الظروف. رجاء بالمير: أعيش قصة حب وهذا هو سبب خلافي مع دنيا بطمة. كشفت الفنانة المغربية رجاء بالمير خلال حلولها ضيفة على الإعلامية سارة دندراوي في برنامج 25 سؤال الذي يبث عبر قناة العربية، حيث كشفت عن سبب انفصالها الفني عن شقيقها عمر، وأوضحت أن لكل منهما ستايلا ونمطا موسيقيا خاصا به يرغب في إيصاله إلى جمهوره. كما أوضحت رجاء بالمير سبب خلافها مع الفنانة دنيا بطمة وأيضا تضررها الكبير من حساب حمزة مومبيبي الشهير في ابتزاز المشاهير والتشهير بهم. وكشفت أيضا الفنانة المغربية أنها تعيش في الوقت الراهن قصة حب ترغب في أن تكلل بالزواج. وقد تميزت أجوبة بالمير بعفويتها وصدقها، إذ أعلنت أن أكثر ما فاجأها في الوسط الفني هو وساخته وكيف أن الفنان المغاربة يحاربون بعضهم البعض حسب ما أخبرها به عدد من متعهدي الحفلات. وأبرزت أن سبب رفضها التعاقد مع شركات الإنتاج راجع بالأساس إلى رفضها للاحتكار الفني وحبها للغناء على مزاجها. كما كشفت رجاء بالمير عن مداخلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعن الفريق الكروي المغربي والعربي المفضل لديها، وأيضا ويشار إلى أن تسميتها تجاهل أمس إشاعة رجاء بالمير ونشر هذا بأداء أغنية تغريدة جاء فيها للفنانة المغربية جميلة البدوية، وهي الأغنية التي يصعب على الناس معرفة حزمنا لو كانت يذكر صاحبتها. أن آخر أعمال الفنانة الإماراتية حسين الجسمي كانت أغنية سنة الحياة التي أصدرها خلال شهر رمضان. هذه حقيقة وفاة الفنان حسين الجسمي في حادث سيارة. هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله. كما أنني أذكر المتابعين الجدد خلال الساعات في قناتنا وتداول خبر الجرس، ولا تنسوا أيضا تفعيل هذا الزر في حادث سير إجاب حتى ترقى القناة الخبر الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج والوطن العربي. ومع التزام الجسمي وعائلتها الصمت وعدم خروجهم من أجل تكذيب الخبر الذي انتشر على نطاق واسع، خرج المكتب الفني لمجموعة MBC لينفي صحة هذا الخبر عبر حسابه على تويتر، مبرزا أن الجسمي بصحة جيدة واستنكر تداول هذه الشائعة المغرضة في اتصال هاتفي أجراه معه مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات زياد حمزة.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.